خلال احتفال القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار، ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وأهنأ الفريق محمود فؤاد عبد الجواد رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية الذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. في عرينهم يترقبون ولانطلاقهم متأهبون، هم عنوان الكبرياء، أسطورة حية لا تراهم إلا في السماء. إنهم القوات الجوية المصرية، نسور السماء. تحتفل القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار، وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائماً على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. يشرفني أن ألتقي بكم في ذكرى أيام خالدة سطر فيها نسور القوات الجوية أمجاداً وبطولات نعتز ونفتخر بها، حين خاضوا في يوم 14 من أكتوبر عام 1973 أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث، استمرت لأكثر من 53 دقيقة في سماء المنصورة، تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهم، فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وإجباره على الانسحاب، ليكون يوم 14 من أكتوبر من كل عام عيداً للقوات الجوية. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث إمكانات القوات الجوية، بما يعزز قدرتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن. وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر التوجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح. كما يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم والمستمر للقوات الجوية ورجالها. فشهدت القوات الجوية في السنوات الأخيرة تطويراً وتحديثاً هائلاً وغير مسبوق، بالانضمام المستمر لطرازات جديدة ومتطورة من الطائرات والهليكوبتر والأنظمة والمعدات المختلفة، مما كان له بالغ الأثر في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على أداء كافة المهام. مشيداً بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية. فأصبح بفضل الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف للوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرجال القوات الجوية على الأداء المتميز والمستوى الراقي في تنفيذ ما كلفوا به من مهام خلال الفترات السابقة وحتى الآن. وطالبهم بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار. إن رجال القوات الجوية الذين يعتزون بالإنجازات العظيمة التي تحققت في ماضيهم وحاضرهم هم دائماً موضع فخر واعتزاز لشعبهم، يعاهدون الله أن يظلوا عند حسن الظن بهم وعلى أهبة الاستعداد دائماً
للزودة عن سماء مصر وترابها المقدس، ملتزمين بقيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة، أوفياء ليمين الولاء لوطنهم، يحمون سمائه ويصونون مقدراته وكرامته.